أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما حققته مملكة البحرين من نجاحات في مختلف مجالات التنمية ما كان ليتحقق لولا عزيمة أبناء الوطن وإصرارهم على التميز والإبداع وشغفهم للإنجاز، لافتا سموه إلى مواصلة تبني المبادرات التي تسهم في تعزيز مسارات التنمية بمختلف مناطق مملكة البحرين تحقيقا للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وفق برامج تضمن الإتقان والتميز في تنفيذ المشاريع التي توفر الخدمات المتميزة والمتكاملة للمواطنين. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله اليوم برعاية حفل افتتاح مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين. السلام الوطني، سلام. وقال سموه إنه لمن حسن الطالع يتزامن افتتاح هذا المشروع الإسكاني مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية، منوها سموه بما توليه مملكة البحرين من اهتمام بتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وفق أفضل المعايير، وذلك من خلال المدن والمشاريع الجديدة التي تأتي مدينة شرق سترة كأحد هذه المشاريع الرائدة والتي تم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص. وأشاد سموه بجهود منتسبي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والوزارات المساندة الأخرى التي أسهمت في إنجاز المشروع وتحقيق الأهداف المنشودة، لافتا سموه إلى أن تحقيق الغايات والطموحات يقترن بتضافر جهود أعضاء فريق البحرين وتكاتفهم للعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدا سموه أن الجهود إن اجتمعت لتحقيق أي هدف يصب في صالح نماء وازدهار الوطن وإبنائه فإن النجاح مؤكد في تحقيقه. وأشار سموه إلى أهمية المضي قدما في مساعي التنمية والإنجاز من أجل مواصلة تعزيز مكانة البحرين الريادية في كافة المجالات وتحقيق تطلعات أبنائها الكرام، لافتا سموه إلى مستوى الشراكة المتميز مع القطاع الخاص في مسارات التنمية المختلفة وما حققته من نجاح في المجالات الإسكانية وأهمية مواصلة تحقيق نجاحات مستمرة لهذه الشراكة بما يحقق تطلعات المواطنين الإسكانية. من جانبها أكدت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن افتتاح مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني يأتي ضمن تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 6800 خدمة إسكانية على المواطنين.
وأعربت سعادة الوزيرة عن تشرفها بتفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بافتتاح مدينة شرق سترة تزامنا مع احتفال المملكة بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية. وأشارت رميحي إلى الدعم والمتابعة التي يليها سموه حفظه الله لقطاع الإسكان وتنفيذ المدن الإسكانية بما يحقق تطلعات أبناء الوطن، الأمر الذي يسهم في توفير السكن الملائم للمواطنين بالتوازي مع البرامج الإسكانية الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص. الجدير بالذكر أن مدينة شرق سترة توفر أكثر من 3000 خدمة إسكانية وتقع على مساحة 243 هكتارا وتضمن بنية تحتية متكاملة وخدمات ومرافق مجتمعية متطورة، وقد تم إمداد المدينة بشبكات البنية التحتية الثانوية. بالنسبة لوزارة الإسكان يعني هذا أكبر إنجاز إن إحنا قدرنا ننتهي من أعمال تنفيذ المرحلة الأولى في الوقت المحدد حسب العقد، وإن شاء الله بتم توزيع المرحلة الأولى على المواطنين المنتفعين خلال الأسابيع القادمة أو خلال الأشهر القادمة. وبالنسبة للمشروع يتكون من أكثر من 3400 خدمة إسكانية تتكون من وحدات وقسائم. تم إنجاز المرحلة الأولى مثل ما قلنا 1077 وحدة سكنية، وإن شاء الله بنبتدي في المرحلة الثانية في أسرع وقت ممكن خلال الربع الأول. طبعا احنا اليوم تشرفنا بزيارة سمو ولي العهد رئيس الوزراء في هذا العرس الوطني اللي استقبلنا في سترة ما شاء الله سعادة الوزراء والنواب المسؤولين الحكومة، الكل كان متواجد اليوم في هذا العرس الوطني اللي نأكد فيه ان يعني مدينة شرق سترة مستعدة لاستقبال اهاليها اللي انتظروها لفترة طويلة، وان شاء الله يعني تثلج صدورهم اتصالات وزارة الاسكان اليهم وانه يختارون المنازل اللي تلائمهم ان شاء الله وتلائم احتياجاتهم، وتكون هذه المنازل الحنونة والدافية عليهم عقب فترة انتظار طويلة. فعلا اليوم كنا سعيدين جدا بهذا اللقاء يعني بافتتاح هاي المدينة اللي انتظرناها لفترة طويلة. طبعا اليوم مبارك حق أهالي سترة بزيارة ولي العهد سمو رئيس الوزراء، افتتاح المشروع الإسكاني لشرق سترة لأهالي سترة بشكل خاص وأهالي المنامة بشكل عام. طبعا هذه المرحلة الأولى 1077 وحدة سكنية، والمشروع تقريبا في أكثر من 3000 وحدة سكنية وراح يستنفع منها جميع أهالي سترة وأهالي المنامة. بالنسبة بالدرجة الثانية حق هذه المشاريع الإسكانية، طبعا هذه المشاريع ما جت من فراغ، طبعا جهد كبير من وزارة الإسكان علشان خذوا خطوة جديدة في بناء هذه الوحدات السكنية، وصارت نموذجية
طبعا فيها مساحات حق الفرجان، صارت بطريقة الفرجان، وفيها استراحات، وفيها محلات تجارية، وفيها البيوت طبعا بشكل ارتياح. كل بيت يعني اللي احنا شفناها هم اليوم يعني مبارك حق أهالي أهل سترة والمنام بشكل عام، حق لحصولهم على هذه المدينة شرق سترة.